عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الأمتين العربية والإسلامية. إلى ذلك فقد ثمن المجلس الرعاية الملكية الكريمة للقرآن الكريم وحفظته وقرائه وللمسابقات القرآنية، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي. كما وقف المجلس على ما وصلت إليه مراحل الدورة 23 من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، وآخر الاستعدادات للحفل الختامي للجائزة المقرر إقامته خلال شهر رمضان المبارك. كما تابع المجلس برنامج رفع كفاءة العلمية لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في تدريس القرآن الكريم، والذي تم العمل عليه بالشراكة بين المجلس ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم. ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة سير البرنامج والعمل على تخصيص حصص لتلاوة القرآن الكريم في جميع المراحل الدراسية والاستفادة من خريجي البرنامج في تدريس تلك الحصص. وبناء على توجيهات سمو رئيس المجلس ومعالي نائب الرئيس، باشرت الأمانة العامة للمجلس بتوزيع نسخ من مصحف البحرين على الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البلاد.